أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أقسام: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول: كان زيد قائما وكن قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. نعم، الاسم والخبر إذا دخلت عليها هذه الأفعال كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر. زيد قائم مبتدأ وخبر مرفوع مرفوع. أدخل كان، كان زيد، ما تغيرت زيد، قائما فأثرت في الخبر، فأثرت الخبر فنصبته. وكذلك أصبح زيد نشيطا، هي زيد نشيط، لما دخلت أصبح صار أصبح زيد نشيطا. فإذا دخلت هذه العوامل وهي كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. إن وأخواتها عكس كان وأخواتها، إن وأخواتها عكس كان وأخواتها، يعني تأثيرها يكون على المبتدأ، تأثيرها يكون على المبتدأ، فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. قلنا كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، تأثيره على الخبر في تغيير حاله، بينما إن عكسها تماما، تؤثر في المبتدأ ولا تؤثر في الخبر. فتقول: إن زيدا قائم، كأن زيدا قائم، وهكذا. فهذه تؤثر في الاسم لا تؤثر في الخبر، بينما كان وأخواتها تؤثر في الخبر ولا تؤثر في المبتدأ، إن وأخوات تؤثر في المبتدأ ولا تؤثر في الخبر. نعم. وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي: ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، وخلت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. ظن وأخواتها المبتدأ والخبر، تغير المبتدأ والخبر، ظن وأخواتها كلاهما تجعلهما مفعولان لها، تجعلهما مفعولان لها. ظننت زيدا قائما، أثرت فيه مجال، كانت هي في الأصل زيد قائم، لكن هذه لما دخلت عليها طيب ظن وأخواتها تجعل المبتدأ والخبر مفعولان لها. اتخذت بيتا جميلا، أو اتخذت البيت الجميل، بيت ما تصير مبتدأ لنكرة، لكن اتخذت البيت الجميلة، اتخذت البيت الجميلة، هي البيت جميل، البيت جميل. فلما دخلت أخت ظن جعلت المبتدأ والخبر مفعولين لها، فهذا فعل ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر. نعم.